اخبار ناريه في الكوره المصريه يا برنس. معانا شويه اخبار النهارده جامده جدا وربنا. رسميا يا برنس منتخب مصر هيلاعب بلجيكا يوم 18/11 في مباراه وديه هناك في الكويت، وربنا يستر علينا. هنلاعب الواد لوكاكو والواد دي بروين وليلة، ربنا يستر على منتخب مصر يا جماعه. الاهلي يا برنس يقترب من التعاقد مع المدرب الالماني ماركو روزا يا برنس لتدريب النادي الاهلي. شكلها يا برنس اللي هيكون مدرب النادي الاهلي الفتره الجايه هيكون الماني، وشوبير ياكد على كلامي يا برنس ويرفع لك التويتات ديت ويقول لك شكلها الماني ولا ايه. واللي ياكد لك كلامي اكتر انه حسام غالي يا برنس سافر الى ميونخ عشان خلاص بيخلص الرتوش الاخيره. والاتحاد الدولي يا برنس للمحترفين يبعت الفاكس ده للنادي الاهلي ويقول له بطل الدعاوى القانونيه ضد عبد الله السعيد. مش هنسيب حقنا، مش هنسيب حقنا، ولينا عنده فلوس ولازم نجيبها منه. وجروس يا برنس مدرب الزمالك سابقا بيقترب من تدريب المصري البورسعيدي. اوعى يا برنس، الدوري المصري السنه الجايه هيبقى نار. ورسميا يا برنس نادي ابها السعودي يا برنس يعلن على انضمام ميكي سونيا. يا عم ميكي عاوزك بقى تكسر الدنيا بقى. محمود علاء يا برنس يرحل عن نادي الزمالك ورايح في يوتشر. يا حودة سلام بقى. وصلاح محسن يرفض الرحيل عن النادي الاهلي على سبيل الإعارة او حتى يخش في صفقة تبادلية، وهو عاوز يمشي بيع نهائي. اعمل صلاح يا محسن ايه يا راجل.